رأينا في العدد 78 من مجلة فلة أحداث غيرت مجرى التاريخ. وجدت الصديقات أنفسهن على المسرح وأمام الجمهور، فما قصتهن مع الزمن يا ترى؟ أنامل ذكية، حمالة أقلام من إسفنجة وقطعة صغيرة من الكرتون، فما رأيك؟ عالم غريب، احذري لا تقترب منه فهو طفيلي وقاتل. اكتشافات حدثت بالصدفة، صدفتنا هذه المرة لذيذة جدا، فتابعونا. بدر ونور في ماليزيا، إنهما جائعان وتائهان، فهل يستطيعان تدبر أمرهما؟ مع الكثير من التسالي الممتعة والموضوعات المشوقة في مجلة فلة، مجلة كل فتاة عربية.